محتاجين بس اي نوع شوكولاته بس اللي باللبن خلاص، ولبن مبخر مفيش خلاص، استخدموا اللبن العادي. كريمه عيدان قرفه شوكولاته مبشوره. هنعمل ايه؟ هنحط اللبن المبخر كده، هنحط الشوكولاته بالطريقه دي، نسيتي كده، نحط عيدان القرفه، ومش هحط سكر لان اوريدي الشوكولاته اللي عندي مسكره بما فيه الكفايه. حطينا شوكولاتات او بار شوكولاته اللي هي باللبن، اي نوع انتوا بتحبوه اللي هو بيبقى باللبن خلاص. وبنحط مثلا 3 على كوبايه، على كوبايه ونص لبن مبخر. ما فيش لبن مبخر حطوا لبن عادي، مع كمان حبه كريمه، مع حبه كريمه حلويات اهو، حبه صغيرين كده ماشي. انا حطيت شويه كمان، وعيدان القرفه. عيدان القرفه هتديله طعم حلو جدا ماشي اهو كده. خلص وهو سخن جدا كده، هنحط له كده شوكولاته كده تسيح جواه وهو سخن. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.